فوسفارة سهلة ورا مجربة المئة الخطرات فعالة، جميع العيالات خاصهم ياخدوها، راها رحمة. تنبداو باش قلنا لو ريغولاتور هرمونال ميزان رقم واحد عند الميريكان سيلولا سي زر ريحة الكتان. إذا كتبوا زر ريحة الكتان، احنا غنعطيو المقادير. قلنا الصوجة، الصوجة العلماء كلهم شافوا باللي آسيا كلها ما فيهاش كونسير ديال لوسان ديال النهود، واللي قليل بزاف ورانا ملاير، راه تنعرفوا احنا غير الصين راها تولو ديال الدنيا كلها. ما عندهمش هذا المشكل. بقاو يقلبوا يقلبوا لقاو باللي حتى ياكلوا الصوجة بزاف. الور راه من الصوجة مناش صوبوا الدواء ديال الكونسير ديال لوسان اللي كان قتل ب 95% ورجع الكاريسابل ب 95%. راها حتى هي راه مفيده بزاف. دونك كتبوا الصوجه، قلنا زريعه الكتان دابا وقلنا الصوجه ياك. قلنا الوصفه اصلا قلنا بوليفالونت ريغولاتور هرمونال اي دوبون دوفيلاسيون زريعه المعدنوس، راه هضرنا على المعدنوس ودرنا حلقه خاصه على المعدنوس. دونك زيدوا زريعه المعدنوس. العشبه رقم واحد، جميع العيالات جميع البنات غير في سن البلوغ يوصلوا لسن البلوغ خاصهم ياخذوا السالميه باش لا صوج ميزان ديال الهرمونات، وراه لا تخاتموا بكيرا المراه ما غاتجيهاش لا مينوبوز في لا كارونتين في لا سيكونتين، إل فاغاني او موان اون ديزان دو سافي اكتيف. الو بلا بوفيت شالور الفيضه والسخونيه وداكشي، بلا الارق والتوتر والاعصاب والكرش قاصحه وكلشي، بلا هشاشات العظام، هادشي كله ما غيعرفوش لا خدو مبكرا لا صوج سالميه. دونك عندنا دابا اش قلنا؟ قلنا السالميه زريعه المعدنوس زريعه الكتان والصوجه، لا خدو غير هاد الربعه. راه دابا كاينه الوقيته ديال المارو، المارو النوع ديال السالميه الورقه فتحه بحال ديال طابه، راها بلو رافيني، راها بنينه زوينه فعاله. انا كندير نيرون في مراكش كلهم تعرفوا المارو. اذا النورات زيتها هي مارو. لكن المارو كورميو. دونك انا تمشي غير للسهل واللي عندنا واللي الناس يعرفوهم واللي موجود عندنا هنا. انا هاد غير هاد الوصفه راه جربتها المئة الخطرات. هاد السيده تاخذ نفس المقدار، ما عندها فين هذاك، خدت 100 غرام دير 100 غرام لكل شيء. تسخنهم دائما زريعه الكتان، ترجع نقولها تتمسح تتسخن تطحن ما تتغربلش، تتبقى بوحدها، البقيه تسخن تطحن تغربل تتنيل بالغربال ديال الشباطو ولا الحرير. بودر فين مسحوق هذاك، يخلطوه نفس الدوزاج قلنا. الخدمه الزوينه الفنه هي حتى تطحنوا عاد باش تعبروا، ماشي تعبروا قبل ما تطحنوا. كاين اللي تعطينا الديشي كاين اللي ما تعطيناش الديشي، اذا انت نطحنوا نسالوا الغربله عاد باش نعبروا. دونك فهاد السيده تاخذ نص بغا دير الخدمه زوينه وني تحيد عليها الكرش وتحيد شحال من حاجه، وراه الوصفه انا نقول لا بغيتي نقول تاش فيها كلها صالحه لاش بزاف الحوايج، راه ماشي غير ميزان الهرمونات. نص معلقه عامره شويه قبل الفطور من بعد الفطور، قبل الغداء من بعد الغداء، قبل العشاء من بعد العشاء، دائما قبل ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه. الور هذه الاولانيه. الثانيه عطيت اخيرا عطيت واحد الوصفه ديال الحمص كامله. كنا نهضر عقلتي من الحلقه اللي قلنا على العوانيس، راه تماك في البلاصه عطيت وصفه واعره ممتازه غايه مجربه، تزيد هذه الوصفه هذا غتنفعها بزاف. واللي باش نمروا على مرور الكرام، قلنا الحنه ديال الحمص مع الماء كملي كنرقدوا ونضيفوا عليه 4 معالق ديال سكينجبير و4 معالق ديال القرفه ياك و4 معالق ديال زريعه الكرافس، وقلنا 4 معالق ديال القاقله و4 معالق ديال الكبار، 4 معالق ديال السلميه و4 معالق ديال الخدنجال و4 معالق ديال زريعه خيزو و4 معالق ديال زريعه ديال اللفت و4 معالق ديال زريعه البصله. الحصول خاصك تجي تخدمي معايا حطي الدرس من المساعده دكتور جمال كنخلطو هادشي كله حتى غنضيفو لهاد الوصفه هادي. لا هذا رقدناه بالليل، في الصباح اش غنديرو؟ خاصنا اما نشدو نشربو الماء ولا كلو الحمص خضر حيت يجي ثقيل وما تعجبناش وما داك، نشدو نطحنو كلشي في خلاطه في ميكسر نصفيو نهزو الليمون عليه عصير الليمون. دابا راه لي فرمي موجودين دابا فريز ولا خوخ ولا اللي كان، الخوخ كاين دابا راه رقم واحد للتجميله العيالات. حنا غندوزو الوصفه هذاك هذاك نكمل السيده ونحليو بمعلقه العسل ونشربو. ها انت راه غايه، راه ممتع. بغات تولد دغيا تخرج تولد، عندها مشكل ديال الفيبروم ياك الكيس اللي تيقولوا في الوالده. دونك الفيبروم عطينا الوصفه شحال من خطره، عليك بالدغموس فرع ديال الدغموس مع الليمون مع عصير الليمون قبل الفطور قبل النعاس يوميا. بغات تزيد دير الخدمه زوينه اونكور بلوس، تاخذ اللي غياخذ الدغموس يزيد معاه لالويفيرا. لالويفيرا مطلعين الثمن دابا حرام
زيد بلاصه الالوفيرا تخلي لها الالوفيرا، خذي قشور ديال 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 القمرون. القمرون 75% و 25% الكرباس ذكرى. دونك اما تاخذ هذه، اما تاخذ القشور ديال القمرون، ولا تاخذ الالوفيرا الا كان اسابورتي. اونكور ميو تاخذ واحد الطريف ديال الالوفيرا تحطه في جهه الوالده ديالها يوميا. نعطيك غير مثال بسيط، جاتني السيده تبوس فيا تعنق فرحانه طايره بالفرحه، خلاتني انا فرحان ناشط سي نورمال. بعض الناس راه وقت وجيز 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 في خمس ايام كانوا عندها دي كيست او نيفو دو سان ديال هذا، خذت الدغموس وحطت اكلا وحطت موضعيا لالويفيرا، خمس ايام طالبات قلبات مشات على الطبيب وكل شيء ما بقى لا بيتي، كان غير يدير بيتي كيس دابو بالزربه. ملي تيكون الحاجه في الاول تتشدها في الاول راه دغيا تتوريها تتحيدها. دونك هاد السيده عطيناها الوصفه ديال ميزان الهرمونات، عطيناها الوصفه ديال خلق المبيض والقوه الجنسيه والخارقه وداك الشيء كامل غاتاخذو وتتخلق بزاف ديال 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 المبيض، وعطيناها دابا الوصفه اللي تحيد عليها الفيبرون. دونك تاخذ هذه، احنا درنا حطناها من جميع النواحي. دونك هذه من الجهه بغات تزيدها بلوس دو شونس باش تولد باش تكون، حيت لاج سي اون كيسيون داج، تزيد الوصفه ديال الرشيم القمح، رشيم الصوجه، رشيم الحلبه، راها ممتازه. اذا احنا عطينا اربعه ديال لي فورمول اللي غتستعملهم وراه ربي يجيب الرباح والخير لها. هادشي اللي كنتمناو النوره. هاد الوصفه راه ساهله وراه مجربه لمئات الخطرات، فعاله جميع العيالات خاصهم ياخذوها، راها رحمه. تنبداو باش قلنا لو ريغولاتور هرمونال ميزان رقم واحد عند الميريكان سي لو لان، سي زريعه الكتان. اذا كتبوا زريعه الكتان، احنا غنعطيو المقادير. قلنا الصوجه، الصوجه العلماء كلهم شافوا باللي اسيا كلها ما فيهاش كونسير ديال لو سان ديال النهود، واللي قليل بزاف وراه ملاير، راه تنعرفوا احنا غير الصين راها تولو ديال الدنيا كلها. ما عندهمش هذا المشكل، بقاو يقلبوا يقلبوا لقاو باللي حتى ياكلوا الصوجه بزاف. الور راه من الصوجه مناش صوبوا الضوء ديال الكونسير ديال لو سان اللي كان قتل ب 95% ورجعت الكاريسه ب 95%. راه حتى هي راه مفيده بزاف. دونك كتبوا الصوجه، قلنا زريعه الكتان دابا وقلنا الصوجه ياك. قلنا الوصفه اصلا قلنا بوليفالونت ريغولاتور هرمونال اي دو بون دوفيلاسيون زريعه المعدنوس، راه هضرنا على المعدنوس ودرنا حلقه خاصه على المعدنوس. دونك زيدوا زريعه المعدنوس. العشبه رقم واحد، جميع العيالات جميع البنات غير في سن البلوغ يوصلوا لسن البلوغ خاصهم ياخذوا السالميه. علاش؟ لا صوج ميزان ديال الهرمونات، وراه لا تخات مبكرا المراه راه ما غاتجيهاش لا مينوبوز في لا كارونتين في لا سيكونتين، الفا غاني او موان اون ديزان دو سافي اكتيف. الو بلا بوفي دو شالور الفايده والسخونيه وداك الشيء، بلا الارق والتوتر والاعصاب والكرش قاصحه وكل شيء، بلا هشاشات العظام، هذا الشيء كله ما غيعرفوش لا خادو مبكرا لا صوج سالميه. دونك عندنا دابا اش قلنا؟ قلنا السالميه، زريعه المعدنوس، زريعه الكتان، والصوجه. لا خادو غير هاد الربعه، راه دابا كاينه الوقيته ديال لو مارو، المارو النوع ديال السالميه الورقه فتحه بحال ديال طابا، راها بلو رافيني، راها بنينه زوينه فعاله. انا كنت دير نيرون في مراكش، كلهم تيعرفوا المارو. لان ولاد زيتها هي مارو. لكن المارو كورميو. دونك انا تنمشي غير للساهل واللي عندنا واللي الناس يعرفوهم واللي موجود عندنا هنا. انا هاد غير هاد الوصفه راه جربتها لمئات الخطرات. هاد السيده تاخذ نفس المقدار، ما عندها فين هذاك، خدت 100 غرام دير 100 غرام لكل شيء، تسخنهم دائما زريعه الكتان، ترجع نقولها تتمسح تتسخن تطحن ما تتغربلش، تتبقى بوحدها، البقيه تسخن تطحن تغربل تتنيل بالغربال ديال الشطاطو ولا الحرير. بودر فين مسحوق هذاك، يخلطوا نفس الدوزاج قلنا، الخدمه الزوينه الفنه هي حتى تطحنوا عاد باش تعبروا، ماشي تعبروا قبل ما تطحنوا. كاين اللي تعطينا الديشه كاين اللي ما تعطيناش الديشه. اذا تنطحنوا نسالوا نغربلوا عاد باش نعبروا. دونك فهاد السيده تاخذ نص بغات دير الخدمه زوينه وني تحيد عليها الكرش وتحيد شحال من حاجه، وراه الوصفه انا نقول لا بغيتي نقول تاش فيها كلها صالحه لاش بزاف الحوايج، راه ماشي غير ميزان الهرمونات. نص معلقه عامره شويه قبل الفطور من بعد الفطور، قبل الغداء من بعد الغداء، قبل العشاء من بعد العشاء، دائما قبل ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة. الور هذه الأولانية. الثانية عطيت أخيرا عطيت واحد الوصفة ديال الحمص كاملة
كنهضر عقلتي من الحلقه اللي قلنا على العوانيس راه تماك في البلاصه عطيت وصفه واعره ممتازه غايه مجربه تزيد هذه الوصفه هذا غتنفعها بزاف. ولي باش نمروا على مرور الكرام قلنا الحفنه ديال الحمص مع الماء كملي كنرقدوا وغنضيفوا عليها 4 معالق ديال سكينجبير و4 معالق ديال القرفه ياك و4 معالق ديال زريعه الكرفس وقلنا 4 معالق ديال القاقله و4 معالق ديال الكبار 4 معالق ديال السلميه و4 معالق ديال الخدنجال و4 معالق ديال زريعه خيزو و4 معالق ديال زريعه ديال اللفت و4 معالق ديال زريعه البصله. الحصول خاصك تجي تخدمي معايا حطي الدرس ولي مساعدة دكتور جمال كنخلطو هادشي كله تا هو نضيفو لهاد الوصفة هادي لا هذا رقدناه بالليل في الصباح اش غنديرو خاصنا اما نشدو نشربو الماء ولا كلو الحمص خضر حيت يجي ثقيل وما تيعجبناش نشدو نطحنو كلشي في خلاطة في ميكسر نصفيو نهزو الليمون عليه عصير الليمون دابا راه لي فروي موجودين دابا فريز ولا خوخ ولا اللي كان الخوخ كاين دابا راه رقم واحد للتجميلة العيالات حنا غندوزو الوصفة هذاك نكمل السيدة ونحليو بمعلقة العسل ونشربو ها انت راه غاية راه ممتع بغات تولد دغيا تخرج تولد عندها مشكل ديال الفيبروم ياك الكيس اللي تيقولوا في الوالدة دونك الفيبروم عطينا الوصفة شحال مخطرة عليك بالدغموس فرع ديال الدغموس مع الليمون مع عصير الليمون قبل الفطور قبل النعاس يوميا بغات تزيد دير الخدمة زوينة اونكور بلوس تاخذ اللي غياخذ الدغموس يزيد معاه لالويفيرا لالويفيرا مطلعين الثمن دابا حرام زيد بلاصه لالويفيرا تخلي لالويفيرا خذي قشور ديال 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 القمرون القمرون 75% و 25% الكرباس ذكرى اما تاخذ هذه اما تاخذ القشور ديال القمرون ولا تاخذ لالويفيرا الا كان اسابورتي اونكور ميو تاخذ واحد الطريف ديال لالويفيرا تحطه في جهه الوالده ديالها يوميا نعطيك غير مثال بسيط جاتني السيده تبوس فيا تعنق فرحانه طايره بالفرحه خلاتني انا فرحان ناشط سي نورمال بعض الناس راه وقت وجيز 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 في خمس ايام كانوا عندها دي كيس او نيفو دو سان ديال هذا خذت الدغموس وحطت اكلا وحطت موضعيا لالويفيرا خمس ايام بالبات قلبات مشات على الطبيب وكل شيء ما بقى لا بيتي كان غير يدير بيتي كيس دابو بالزربه ملي تيكون الحاجه في الاول تتشد في الاول راه دغيا تتوريها تتحيدها دونك هاد السيده عطيناها الوصفه ديال ميزان الهرمونات عطيناها الوصفه ديال خلق المبيض والقوه الجنسيه والخارقه وداك الشيء كامل غاتاخذو وتتخلق بزاف ديال 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 المبيض وعطيناها دابا الوصفه اللي تحيد عليها الفيبرون دونك تاخذ هذه احنا درنا حطناها من جميع النواحي هادي من الجهه بغات تزيدها بلوس دو شونس باش تولد باش تكون حيت لاج سي اون كيسيون داج تزيد الوصفه ديال رشيم القمح رشيم الصوجا رشيم الحلبه راها ممتازه اذا احنا عطينا 4 ديال لي فورمول اللي غتستعملهم وراه ربي يجيب الرباح والخير لها.